مصرية، ومعانا عالم المصريات دكتور بسام. أهلا بيك دكتور بسام. أهلا بيك تاني مرة تانية يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور. بنقول كان 2020 مرحلة طبعا أكتر قطاع اتأثر هو قطاع السياحة. صح. بالنسبة للكورونا. ده مظبوط يا فندم، ده حصل. وبصي خدوها قاعدة يا شباب. السياحة ريشة في مهب الأحداث. ريشة في مهب الأحداث. أكثر واحد تأثر. وعلى العالم كله، في العالم كله. في كل الدنيا يا فندم. شوف النهاردة كورونا، ربنا يعافي الجميع ويحفظنا جميعا يا رب. ويا رب كده نصحى الصبح يوم كده تطلع لنا وزيرة الصحة الرائعة دي وتروح قايلة لنا كده خلاص ربنا أكرمنا وزاح الغمة. يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. يا رب. لو تفتكروا أي حاجة، اي حاجه يعني مثلا حادثه مش عارف فين في بلاد كذا، الارهاب ضرب فرنسا مش عارف فين، مين ضرب باريس، مين انتهت في امريكا، مين اي حاجه من دول تبص تلاقي بتؤثر. انا فاكر مثلا ايام حرب تحرير الكويت والخليج احنا تاثرنا هنا رغم البعد الجغرافي. طبعا احنا بقلوبنا طبعا وجيشنا العظيم كنا في الكويت، لكن في تحرير الكويت. لكن انا بقول لحضرتك الاجنبي يا جماعه، انا هفضل لكم مفاجاه. في بعض النسبه كبيره او نسبه من الاجانب الجغرافيا بتاعتهم مش زي ما انتم متخيلين، يعني هم ما بيبقوش عارفين قوي الجغرافيا قوي بتاعتنا. لدرجه انه اتعمل استفتاء، انا فاكر كويس لما كنت في السياحه بشتغل جامد وكنت بسافر اجيب المجاميع السياحيه من انجلترا، اتعمل استفتاء في حته في اوروبا ما هي العراق. فوجئوا اللي عمل الاستفتاء بان في ناس كتبت انها نوع من انواع الجبنه ونوع من انواع الناس معلش الجغرافيا بتاعتها مش قويه زي ما انا بكلمك. انا عندي طالب في مصر في مصرنا الحبيبه، الطالب الجغرافيا بتاعته أيوة. يمكن التعليم بره بيبتدي من بدري قوي في التخصص، لكن احنا بالرغم ان احنا بنقعد نقول ليه تم هذه المعلومات واحنا هنطلع يعني بدرس جغرافيا ليه وانا هطلع ايه، لكن في النهايه فعلا الطالب المصري مثقف جغرافيا وتاريخيا. تشعري بان كده. فنرجع مرجعنا، فاذا موضوع الكورونا يا فندم عمل حاجتين. عمل اول حاجه طبعا زي ما انتم قلتوا هو اوقف السياحه بشكل كبير، لان خلاص الطيارات وقفت، المطارات قفلت، الناس خلاص. ومع عوده باستحياء اليومين دول ماشي اوكي، عوده باستحياء واخذ الحظر بتاعنا. انا شخصيا بطلت محاضراتي، يعني انا بدي محاضرات في التاريخ في الاثار انا بطلتها. والله طيب يا دكتور. وعلي ما انا بقول لحضرتك ربنا يبارك لك، بس هي العوده يعني انا مثلا كنت بطلع عندكم في الاستوديوهات برضه خفيت شويه. ليه؟ لان قاعد واخد حظر شويه، لكن مع الوقت ومع اخذ الحظر بشكل بروفيشنال وبشكل ربنا يسترها معانا يبقى فكرونا عملت ده. لكن على الجانب الاخر عملت حاجه ثانيه. ايوه. عملت ايه بقى يا فندم؟ عملت سياحه النت. سياحه ايه؟ سياحه الانترنت. طبعا. يعني سياحة الانترنت، شوفي الراجل اللي بقى ملياردير وعمل كام مليار في الشهور اللي فاتوا، هو عمل كام مليار ده وطلع رقم واحد ازاي؟ ما كناش نسمع عنه. أداري ده اللي كان بيبيع الحاجات على النت بدون النزول. فترة كورونا الناس ما بتنزلش واصبح هو الملياردير. يعني مصائب يعني كورونا يعني فاهمة طيب بالنسبة لسياحة الإنترنت يا فندم تقدر تعملها ازاي؟ أولا وزارتنا وزارة السياحة والآثار عملت نوع من أنواع السياحة اللي هي إيه؟ اللي هي حضرتك تخشي الأثر وتستطيع أن تتجولي داخل الأثر اللي بيسموها، يعني انا ما بحبش التسميه دي قوي، لكن هو بيسموها السياحه الافتراضيه. اللي هي حضرتك تضربي كده على الموبايل على الجهاز يروح فاتح لك وزاره الاثار بتاعتنا عامله لك مثلا زياره لمآثار كوم الشقافه في الاسكندريه. ويبدا وعملوها بصراحه، انتوا عارفين انا راجل ناقد يعني، لكن بصراحه دي عظيم سلام. عملوها بشكل بروفيشنال وبشكل مهني بشكل عبقري، لدرجه ان انت وانت ماشيه جوه الاثر عن طريق الشاشه اللي قدامك تستطيعي انك تدوسي على زرار كده على حاجه كده هم حاطينها يديلك المسافه اللي انت هتمشيها من هنا لغايه الحيطه اللي قدامك.
فلو انت عايزه تروحي للحيطه اللي عليها المنظر مثلا بتاع المقبره الفلانيه او المعبد الفلاني فانت هتعرفي ان المساحه اللي انت ماشياها 15 متر. طيب اللي عايز يقوم بهذا النوع من السياحه، وسمعنا دلوقتي واحنا قلنا ان السياحه المحليه والداخليه هي الاساس وهي الركيزه، والمستمعين سمعنا دلوقتي عايز يعمل 5 سياحه على النت، يدخل ازاي ويعمل ايه؟ ابسط فيسبوك هتشوفوه في الدنيا تقدروا تدخلوا له بمنتهى البساطه، الفيسبوك بتاع وزاره السياحه والاثار. انا لا اعمل في وزاره الاثار، لا اتشرف، انا مرشد سياحي حر، ولكن انا اتبع وزاره السياحه. ايوه، لكن اللي اشتغلوا في ده عملوا فيسبوك حلو قوي. الفيسبوك ده كمان بالمره يا جماعه للاعلاميين مهم. ليه؟ لان ده اللي بينزل عليه التصاريح الرسميه بتاعه وزاره الاثار. يبقى بدل ما يعني مثلا امبارح يا فندم، ودي فرصه كويسه ان احنا برضو في 30 ثانيه كده نقول الخبر ده، امبارح نزل على الفيسبوك وتم تشهيره، تم مشاركته، خبر عن اكتشاف رهيب في منطقه كرموز بالاسكندريه. انا اسكندراني، منطقه كرموز بالاسكندريه، ومئات القطع المعدنيه ومئات الذهب والخناجر البديعه وصور صور للآثار، وكل ده مش موجود. وعايز اقول لك شرح كمان، خش تشوفي مين اللي كاتب، تلاقيه رجل ذو حيثيه رهيبه بدون ذكر اسماء. طبعا انا شاكك وزاره الاثار داخله جايبه الناس يا جماعه، وزاره الاثار طلعت اي نوع من التصاريح في هذا الاكتشاف؟ اكتشاف ده ولا توت عنخ ايه؟ طبعا ده ولا مقبره توت عنخ ايه من العادات دي؟ يعني بالبلبل، يعني انا ببالغ شويه، لكن الواحدة فترتنا حدوتة مصرية في الأسبوع الماضي كانت بتتكلم عن الشائعات وكيف نحصل على المعلومة، وزي ما حضرتك قلت دخلت على وزارة السياحة والآثار. أنا دخلت على النت عامة ما لقيتش ولا خبر، رحت بعت الدكتور وزيري. دكتور وزيري هو المسؤول، يعني على طول كده تقدري تقولي هو المسؤول عن الآثار المصرية بعد الدكتور عنيني. كلام أنت بتتكلمي على يعني القاب الوظائف الوسام الوظيفي. بالضبط كده، وهو الرجل العالم الاثار وكان مرشدا سياحيا، يعني كراجل يعني عبقري في الحته دي. والرجل ده تبعتي له رساله بعد صلاه الفجر تلاقيه بيرد، ابعت له رساله بالليل الاقيه بيرد، انا عايز اعرف انت قدام امتى يا دكتور وزير. علشان سيادتك عالم المصريات بسام الشماع، بما انك بتبعت الرساله فبيقوم بالرد على طول، ولا يعني انا بقول لحضرتك الرجل ده ان هو على طول، يعني هو يعني في حاجه على الفيسبوك مثلا بتقول كذا ننفي قال لك ايه بقى؟ طيب في واحد بعت لي صوره بان في حاجه في الاثر الفلاني، الكلام ده صحيح؟ شكلنا لجنه على يعني طول عند المعلومه، على طول شكلت لجنه لترميم هذا الاثر اللي انا بعت له الصوره بتاعه وهكذا. فرد قال لا كده لا طويله قوي. ايوه لا 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 كده طويله قوي. فرحت منزل يا جماعه نفي، ويا جماعه الموضوع ما منفي، والكلام دوت غير صحيح. يبقى اذا بس دي سريعه كده على الماشي على الانترنت. يبقى اذا طب معلش يا دكتور، الراجل ذو الحسية ده كان مصيره ايه؟ ما احنا بردك عايزين نعرف، يعني احنا حضرتك يعني بتنفي كتر خيرك يعني، ودخلت وبحثت والدنيا زي الفل وكذبت الخبر. طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ انا طبعا قلت للناس اللي شيرت ان اللي شير برضه ذو حسية. فهي حاجه بتديه، هي حاجه بتداعب جواك، بتداعب جواك الغيره، الغيره يا دكتور، غيره الوطن بقى وغيره وانت غيران صح ولا غلط ولا ايه؟ انا بس بديكي فكره ان الردود على الشائعات، لو انتوا كنتوا اتكلمتوا الاسبوع اللي فات كمان يوجد شائعات في حكايه الاثار والسياحه. لا اكيد في كل مجال. بالظبط كده. فهي الحته دي ايه بقى اللي حصل للناس بتاعت الشائعات دي؟ طبعا ده مش من ايه؟ مش من سلطتي انا، رجل عضو في الفيسبوك. فهو المفروض ان هذا الرجل، لو كان هذا الرجل هو هو، خدي بالك هو هو دي مهمه. يعني انتوا غادي بتكلموا بسام. فهو هو بسام. طيب في الفيسبوك انت مش عارف من خلفه، ممكن يكون حد افتراضي يعني. بقى كده تعمل ده. طب حد افتراضي انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل لايكات كتير، عايز تعمل مشاركه كتير، عايز تعمل اعجاب كتير. طب انا اقول لك على فكره حلوه يا اخي. ادرس حي اثر جميل واتكلم عليه ونجيب لك لايكات حلوه يا حبيبي. وده اللي عملته الطالبه فريده سمير اللي فازت على مستوى محافظه الجيزه
فأنا مصري. أما راحت فعلا وزارة قصر البارون وتصورت في كل ركن فيه وشرحت وعرفتنا على قصر البارون. 10 سنوات يا دكتور. هاتولي نمر التليفون بقى. 10 سنوات يا دكتور. تعاون معاها ليه؟ ليه عندها شغل كتير. طب جميل. ماشي يا دكتور. دكتور بسام اوعى تقفل السكة، احنا محتاجينك في رسائل حضرتك توجهها لوزير السياحة والقائمين على السياحة والفنادق والطيران، وأيضا عايزين نشوف كلمة خاصة في الآخر لمتحف الحضارة. حاضر. فاصل ونتعود على طول. إن في الاكتشافات الأثرية كنت بتحط وما زلت الشباب المصري المكتشف والمرمم في نفس صف وإظهار بطولة المصريين في هذا بعد سنين عديدة من إن الأجانب تملي هم اللي كانوا بيظهروا. نشكر الأجانب اللي بيحبونا وبنشكر المصريين اللي بيموتوا نفسيهم وبينزلوا تحت الأرض وبيقابلوا التعابين والعيارب عشان يكتشفوا. رسالتي إلى وزارة الآثار والسياحة، الشباب نمرة واحد، متحف القطعة الواحدة نمرة اثنين، دي اقتراحاتي لهم، قطار السياحة نمرة ثلاثة، وكفاءات إلى الذين يردوا الآثار بدون أي خوف أو بدون أي سين وسين. حد جميلة جدا يا دكتور. فعلا هذه بالنسبة لوزير السياحة والأطفال ووزير الطيران يقدر يعمل لي الجاية دي في 18 ثانية. أعمله تمثال في ميدان التحرير. الله يا رب. يقدر يعمل قناة تلفزيونية فضائية عالمية بالنايل سات بلغات العالم اسمها مصريات. جميلة دي، هتنفعنا قد إيه يا دكتور؟ وزير الطيران يا دكتور. وزير الطيران التحدي كبير يا فندم. طبعا تحديك اكبر تحدي بعد الصحه والشغل. يعني اكبر تحدي انت بتواجهه. وتخفيضات التذاكر علشان كمان السياحه الداخليه يا دكتور. والله يا فندم السياحه الداخليه والفلوس تبقى قليله جدا يا جماعه. يا فندم شجع المصريين هم يسافروا، وبالتالي لما حضرتك هتعمل تذكره رخيصه للسفر الى المدن الثقافيه والاثريه زي كمان ما بتعمل ليه المدن الساحليه، ما انت زي ما انت بتعمل الساحليه تعمل كمان الطيران بتاعك مخفض لما تتفتح المدن الثقافيه. انا قصدي بالمدن الثقافيه المدن اللي فيها اثار. طيب في اليوم العالمي للسياحه النهارده 27 سبتمبر لكل العاملين في هذا المجال، كل سنة حضراتكم طيبين. وأقول لكم كمان أقدر أقول لكم نب ريمبت حرشن حكف. أيوة. نب كل ريمبت سنة حر وشن أنتم حتب سلام رضا سعادة. الله سلام ورضا سعادة. طب كنا بنقول لسيادتك كلمة برضو بالهيروغليفي بنشكر ونمدح فيك. يعني ثناء عليك وعلى كل شخص جميل كانت ايه؟ نقدر نقول اليوم بالهيروغليفي. اليوم الجميل لما تقابلي حد كده، لما انا قابلكم اقول لكم يوم جميل، يوم طيب، يوم حسن. زي ايه؟ يسعد صباحك. والله جميل يسعد صباحك. جميل اي وقت في اليوم تقدر تقول، مش لازم صباح، اي يوم في النهار تقدر تقول هيرو نفر. هيرو نفر. دكتور بسام وفاضل نقول ايام وشهور قليله جدا، ومتحف الحضاره بقى يعني اللي هيهز العالم، كلمه اخيره تقول عليه ايه؟ الحقيقه متحف الحضاره يتميز بانه هيبقى متحف بيأثر من حقبه من الحقب التاريخ المصري. هو ده التميز بتاعه. نفسي ومنعي ان دخول هذا المتحف، دي رساله الى مسؤولي ايضا متحف الحضاره. يا جماعه المصريين شغوفين جدا، وده انا لمسته في السنين اللي فاتت لما بدات احاضر المصريين واعمل لهم رحلات سياحيه واثريه، شغوفين ان هم يعرفوا تاريخ بلدهم واولادهم. كانوا بيجيبوا اولادهم، ما زالوا بيجيبوا اولادهم في المحاضرات. انا بكلم حضرتك 7 سنين و8 سنين و9 سنين كانوا بيحضروا المحاضرات مع اهلهم. فحكايه الاسطوره بان المصري مش مهتم بمعرفه تاريخه، دي اسطوره واهيه. انا فانا رسالتي الى متحف الحضاره، حاولوا في اول
على الأقل في أول سنة، على الأقل في أول سنة تبقى مجانا الدخول مجانا أجل رمز. دكتور بسام الشماعة عالم من مصريات حضرتك دايما بتنورنا وبتضيف لنا كل جديد، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وكل العاملين في قطاع السياحة طيبين. ألف شكر لك يا دكتور. شكرا جدا على هذه النافذة العظيمة، وإلى كل شعب مصر اذهب وادرس تاريخك واقرأ تاريخك وافتخر به. شكرا لك، شكرا لك، وساعتنا أشرف أبو الهنا.